من باريس كذلك ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد الألفي، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور الألفي، الزملاء يخبروني بأن نسب التصويت بلغت زهاء 70%، والنسب تبدو مرتفعة ومقاربة تماما إذا أخذنا في الاعتبار أن ساعات التصويت ممتدة إلى حتى 7، وفي بعض الدوائر أو في بعض المدن ستصل إلى حد 8. أسباب تزايد نسبة المنتخبين في هذا اليوم في ضوء المعطى الأمني الذي شكل هاجسا كبيرا لدى كل الفرنسيين؟ أولا أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ مشاهدينك الكرام. الحقيقة تعقيبا على النقطة اللي ذكرتها سيادتك، هي بعد هدف لاطمئنان أو التغطية أو السيطرة الأمنية متلفزة لمعظم الناس. هنلاحظ حضرتك نسبة التصويت كانت الصبح مع بعد نداء كل المرشحين أمس واليوم ومخاطبة مناصريهم إنه كانت 28.53 على الصبح، 28.54% عند منتصف النهار بالتحديد. نعم، بدا الارتفاع حضرتك يزيد بنسبه يعني اكثر من يعني الضعفين بعد الاطمئنان الامني انه في سيطره امنيه على مراكز الاقتراع، لان كده دي كانت نسبه تخوف كبيره. واليوم في هاجس عند الفرنسيين، موضوع الارهاب موضوع خطير جدا. النقطه الاخطر هي الموضوع الاقتصادي ومن سيقود فرنسا في ظل التحولات العالميه وتشكيل العالم الجديد. الامر بالنسبه للفرنسيين صحيح زي اي شعب، زي اي مكون شعبي، بيتكلم عن الاقتصاد، بيتكلم عن الخدمات الاجتماعيه، عن الصحه، عن التعليم. ولكن في الدول الكبرى بحجم فرنسا يعني الهاجس كله من سيقود هذه الدوله الكبيره؟ ما تنساش حضرتك ده خامس اقتصاد في العالم، ثالث اكبر مالك للاسلحه النوويه في العالم، دوله ناتجها القومي 2.4 تريليون يورو. الامر ليس بالامر الهين، والشخصيه التي ستقود فرنسا لابد ان تكون على الاقل شخصيه سياسيه لديها قدره على اختيار فريق عمل مميز لاداره هذه الدوله، لان ما فيش رئيس حضرتك كما تعلم بيعمل منفرد. وبالتالي اذا لم يكن هذا الشخص لديه القدره حتى انه يصل عندما يصل الى الرئاسه ليس لديه القدره لتشكيل فريق عمل ومعاونين يعني يستطيعوا العمل مع المؤسسات الفرنسيه، وفرنسا دوله مؤسسات. وبالتالي هنا الاختيار الصعب، لان حتى نسب الاربعه الاوائل او الخمسه من الواحد من رقم واحد الى رقم خمسه، حضرتك شايف ان النسب قريبه جدا، يعني حتى نسب استطلاعات الراي قريبه جدا بين الخمسه الاوائل. النسب تبدو قريبه اذا اخذنا في الاعتبار ان قرابه ال 40% او اقل قليلا لا يزالوا، او حتى ليل امس كانوا لا يزالوا متارجحين، لم يحسموا قرارهم بالتصويت لاحد المرشحين حتى وان كانوا من الخمسه الكبار. ده صحيح. اليوم احنا شفنا حضرتك انه في تغطيه بعض اللجان، يعني من ايمانويل ماكرون لما عمل زياره للجزائر قال لا، ما الاستعمار كان ارتكب جرائم، فبالتالي في ناس اليوم راحت تتسوق على اساس ان ايمانويل ماكرون نطق هذه الحقيقه، يعني ليس على قناعه شخصيه به، واخرين ذهبوا للتصويت لماريان لوباي على اساس ان هي قالت هحارب الارهاب، والبعض قال لا دي قريبه للشرق الاوسط. يعني حتى هؤلاء المتارجحين حضرتك لم يختاروا على اساس طيب علمي او على اساس انه في شخصيه سياسيه بالحديث على الساحة. بالحديث لا توجد شخصيه سياسيه مميزه. بالحديث عن المتارجحين وبالحديث كذلك عن اولئك الذين يعانون احباطا ما من ال 11 مرشحا تقريبا، ويقولون ان بلادهم فرنسا تستحق من هو افضل من ذلك، وان البيئه الفرنسيه لم تعد قادره على افراز من يستحق بالفعل ان يقود فرنسا ما بعد جاك شيراك. هناك ازمه تواجه القياده السياسيه في فرنسا، هذا راي. ما بين هذا وذاك، البعض كان يقول ان هناك توجه للتصويت ببطاقات بيضاء. هل رشحت اي انباء عن اعتزام البعض سيما من شريحه الشباب بالذهاب صوب هذا الخيار؟ هو حضرتك كان بيدعو الى هذا، كانت الاتحاد النقابات العماليه هي اللي كانت يعني ادت سخط كبير على، واحنا شفناهم كانوا قايمين بدور في مظاهرات امبارح على اساس ان هم اللي بيدعوا ده، لان هم ادوا استياءهم انه لا يوجد مرشح واحد مقدم برنامج كامل مكتوب بيناقش فيه او بيقدم فيه حل لازمه فرنسا، ازمه هويه الفرنسيه، أزمة أن تعود فرنسا تقود مرة أخرى، أزمة أن يتحدثوا أن يجدوا شيء مكتوب عليه صنع في فرنسا يحرك المصانع الفرنسية ويعيد تشغيل الأيدي العاملة. يمكن هقول لحضرتك بوضوح تام، هي يمكن ماريان لوبان هي الوحيدة اللي اتكلمت بوضوح في هذا الأمر. ولما عرضت هي فكرة الاتحاد، خروج من الاتحاد الأوروبي، ليس لأنها كارهة للاتحاد الأوروبي ولكن فرض السياسات الأوروبية أجهد الدول الأوروبية الكبرى.
وبالتالي اليوم فرنسا تابعة لألمانيا أو لأي دولة تقود الاتحاد. اليوم الفرنسي لا يجد لنفسه هوية، لا يجد لنفسه شاذي، حتى فشل الحكومات السابقة. اليوم هم وضعوا كل المشاكل على رأس فرانسوا أولاند، حتى الحكومات السابقة التي خلقت أزمة الضواحي ولم تذهب إلى دمج المهاجرين إلى خلاف ذلك، وحضرتك عارف مشاكل الضواحي شكلها إيه. كل هؤلاء الآن ينظرون سياسيا، وعندما كانوا في السلطة لم يقدم أحد فيهم حل المشكلة واحدة. يعني فرانسوا بيو اللي هو يعني يعتبر شخصية سياسية وابن المؤسسة، الرجل يعني خرج يطالب بزيادة الأعداد الشرطة والقوات وزيادة الإنفاق، ورد عليه برنارد كازنوف قال له لم تفعل ذلك عندما كنت مسؤولا. نعم طيب دكتور الألفي. نعم دكتور الألفي، الحديث عن أبناء الجاليات العربية والمسلمة وأبناء المهجرين كثيرا ما غزلوا، وإن كان غزلا عفيفا إذا جاز التعبير على مدى الانتخابات الماضية، لكن هذه المرة تقريبا هناك ما يشبه التنافس بين كل المرشحين اليميني واليساري على حد سواء بمحاولة كسب مغنم انتخابي ما على رأس أو جثث هؤلاء لم يعودوا رقما مؤثرا أو مهما في الانتخابات. لماذا إذا كان ذلك واقعا؟ هقول لحضرتك بوضوح تام، الجاليات العربية المهاجرة ليست صوتا واحدا. خليني أقول لحضرتك الانتماء الأيديولوجي مش الفكر، الانتماء الأيديولوجي هو مش وليس الدين أيضا. يعني الانتماء الأيديولوجي المعتدل، سواء يعني تلاقي ناس مثلا هنا بتدعم أقصى اليمين الراديكالي المتطرفين والإرهابيين اللي بيصوتوا في كل مكان، ودول عندهم جمعيات ودول لم يصوتوا وآخرين على الكل. للأسف كل من جاء إلى هنا من المهاجرين أراد فرض نفسه، لم يندمج في المجتمع، وأقاموا جمعيات للأسف تتقاضى دعم من الدولة الفرنسية، وبيعملوا الآن ضد فرنسا وضد دولهم الأصلية. وهؤلاء لا يعول عليهم، هم موجودين في المشهد، يعني هم موجودين في المشهد بصورة فردية وفي لجان المرشحين. دكتور محمد، حضرتك تتحدث عن هؤلاء فتقول حاولوا فرض أنفسهم، يعملوا ضد مصالح أوطانهم ويعملوا ضد مصالح فرنسا. هذه مفردات الخطاب تقريبا التي يمكن أن تذهب في صالح ماري لوبان. ده صحيح. أنا بكلم حضرتك على الواقع الموجود على الأرض. هؤلاء أصبحوا كارثيين على فرنسا وعلى دولهم الأصلية، وبالتالي هؤلاء من يتواجد منهم متواجد، من يتواجد في حملات المرشحين، هناك فئة مستنيرة ولكنها ليست تحبط صوت، فتتواجد بتعمل في حملات المرشحين وبتأدي دور كمواطن فرنسي بيعيش على هذه الأرض ومهتم ويهم كل شيء يحدث على أرضها. إنما في نسبة كبيرة بتصوت لأشياء، أنا آسف يعني إذا سمحت لي بتعبير مجازي، أشياء هلامية خيالاتهم. هؤلاء ليسوا موجودين على الأرض ككتلة صلبة، وبالتالي أصواتهم غير مؤثرة. وخليني أقول لحضرتك حاجة واحدة بس، ربما لأنهم فقدوا الثقة في حاضنة من الدولة. دكتور محمد، يعني هم ليسوا من عندياتهم أرادوا أن يعملوا ضد الدولة، ربما هم لم يروا شيئا ما يشكل حاضنة بالفعل بالنسبة للدولة، وهذا حال الضواحي بأكملها تقريبا. حضرتك هو طبعا في جزء من الدولة وفي جزء متعلق بثقافة المهاجرين نفسهم، يعني عشان ما نضعش كله في على رأس الدولة. من اندمج مع الدولة وذهب إليها لم ترد ولم تنفذ نهائيا، يعني لم تنفذه الدولة. الدولة هنا دولة مؤسسات، يعني لا تفرق بينك إذا كنت أجنبي مقيم أو ابن البلد أو مجنس. القصة تكمن هنا، ما هو مدى عطائك، ما هي قدرتك على إفادة الدولة، الكل بيفتح لك الأبواب وعم تتكلم. طيب على الكلام، أنا لا أعلم من المطالب بالخطوة الأولى، الدولة التي تذهب إلى المواطن وهو صار أحد مواطنيها، ولا المواطن هو الذي يحاول استجداء الدولة، وربما هذا يتعارض مع ما قاله دومينيك دي فيلباه. على أي حال أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الألفي الكاتب والمحلل السياسي من باريس، شكرا جزيلا لك.